دلوقتي انا هعمل تنظيف حردة الرقبة باستخدام الانفورم. الانفورم ده عبارة عن شريط بعمل بيه تنظيف للمكان اللي انا عايزاه، وطبعا اهم الاماكن دي بيكون الحردات، سواء حردة الرقبة او حردات الابط. علشان اعمل الانفورم لازم طبعا بيكون عندي النموذج اللي انا هشتغل عليه زي ما هو موضح كده تقريبا على الورقة، زيه بالظبط على القماش. علشان اشف او ارسم شريط الانفورم بجيب الباترون بتاعي طبعا اللي هو على الورق اللي هو ده. شريط الانفورم بتاعي تقريبا بيكون عرضه بيتراوح من 3 لـ5 سم، ده بيكون مقدار مناسب. باجي على خط الكتف هنا واخد علامة بتاعتي ولتكن مثلا 3، من هنا برضو اقيس 3، وصل النقط بتاعتي بحيث تعمل علامة متصلة. تكون العلامة كده، هشف الجزء ده لوحده، هو ده بيكون بيكون هو ده الانفورم بتاعي. هشف الجزء ده كده منفصل، وطبعا قبل ما اشفه ضروري جدا ان انا اميز بين العلامات بتاعتي، اكتب ان ده خط الكتف ودي حردة الرقبة الامامية او الخلفية طبعا على حسب ما انا بركب، وده خط الكتف التاني. هشف الجزء ده، انا طبعا هنا هقصه لانه جاهز معايا. هاخد الشريط ده زي ما هو كده منفصل، هقصه على قماش تاني. هحطه طبعا على الظهر واثبت بالدبابيس. هاخد العلامات بتاعتي، هاخد هنا حوالين حردة الرقبة تقريبا 0.5 سم، وهو ده اللي بركب عليه. هوصل العلامة كده، برضو من تحت تقريبا نفس العلامة اللي هي 0.5 سم. اقص الشريط، يظهر الشريط عندي كده بالشكل ده. باخد علامته تاني،
علامات التركيب أو علامات الخياطة. طبعا أنا دلوقتي شغالة على الظهر والأنفورم بتاعي أو الشريط بتاعي كامل، فمش هحتاج أخد علامة تاني، برضو أخد العلامة من تحت. الشريط بتاعي كده بقى جاهز. دي الحردة اللي هركب عليها الشريط. طبعا بجيب وش القماش بتاعي او وش الجزء بتاعي اللي انا هشغل عليه يتحط في وش الانفورم بالمنظر ده كده. كل اللي هعمله انا هعمل غرزة سراجة على مسافة النص سنتي اللي انا اخدتها على الانفورم، واللي طبعا هي موجودة برضو على الماكيتة وعلى الحردة بتاعتي اللي انا شغالة عليها. بكمل سراجة طبعا للاخر. الشكل ده كده. وطبعا بعد السراجة بعمل تمكين. بعد التمكين طبعا هاكو كويس جدا. وهقلب الانفورم، وقبل ما اقلب الانفورم ضروري جدا ان انا اعمل حاجة هنا اسمها تشقيق علشان تسهل قلب الانفورم. هاجي في مسافة النص سنتي بتاعتي دي واعمل فتحات على مسافات متباعدة من العلامة. التشقيق ده بيسهل ان انا اقلب الانفورم. الداخل كده بالشكل ده، لان طبعا الانفورم بتاعي ده مجرد ان هو بيعمل تنظيف للحرده، لكن بيكون في داخل الموديل بالشكل ده كده. وبكده تكون الحرده بتاعتي شكلها اتنضف اهو من بره. اما انهاء الانفورم من الداخل من هنا فله اكتر من طريقه. بتني علامه النص سنتي بتاعتي اللي انا كنت واخداها في نهايه شريط الانفورم. ممكن بعد كده امشي على العلامه دي باستخدام المكنه اعمل غرزه تمكين او غرزه لفق سحري. ممكن برضو في يعني طريقه ثالثه او حل ثالث ان انا اسيبه طاير كده، بس طبعا قبل ما اسيبه كده لازم اعمل انهاء للحرف ده باستخدام مكنه الاوفر. ده بيكون شكل الحرده بتاعتي اهو.